أنا أول شيء يعني مهما كان صعب إن أنت تجي يعني تغامر في أثناء فزاية وتنزل من بداية المباراة أصلا، لا بس إن شاء الله أنا حكون حاضر إن شاء الله الشوط الثاني، يعني أتمنى إن شاء الله، وأتمنى من الله إنه يوفقني إن شاء الله في هذه المباراة ويوفق الجميع إن شاء الله، لأنه المباراة هذه هي حتكون يعني هي المحك الأهم أصلا لنا، فأتمنى من الله إن شاء الله إنه يوفقنا في هذه المباراة ونفرح الجمهور السعودي والجمهور الاتحاد إن شاء الله. صعوبة المباراة فيش نايف هذه المباراة أمام زبهان في إيران، إيش أصعب شيء ممكن يخطر في بال اللاعب الاتحادي؟ والله شوفوا أول شيء أصلاً يخطر في بالنا نحن رايحين أصلاً للفوز، هذا شيء، ف يعني ما في شيء ثاني أصلاً ممكن تأثر فينا، يعني بالعكس نحن الحمد لله أصلاً فريق اتحادي أو دائماً حتى منتخب السعودي، يعني دائماً لما نجي نحضر في المباراة الخارج أو شيء حتى ننزل الحمد لله نحن مرتاحين، يعني ما علينا ضغوطات. بالعكس ان شاء الله باذن الله هذه مسؤوليه نحن قدها، والفريق يعني حتى مو طالع خاصه للنزهه او طالع لشيء، لا والله احنا طالعين او للتعادل، احنا طالعين للثلاث نقاط ان شاء الله والتاهل الرسمي باذن الله للبطوله السعوديه ان شاء الله. زياي استفدت منه نايف؟ اي طبعا استفدت منه، خصوصا انت الاثنين ما شاء الله ضاربي راس. اي اكيد نايف ولا زياي بضربه؟ لا طبعا زياي هو افضل، يعني زياي بحكم انه اصلا لاعب يعني اكبر مني، يعني غير انه سنيا يعني لاعب خبره ولاعب بالعكس هو يعني له خبره يعني اكثر، فبالعكس انا الان استفيد منه واتمنى ان شاء الله انه قبل ما يروح انا اكون استفدت منه بشيء كويس، يعني والله يوفق يعني مهما كان في السعوديه ولا برا. هاي السؤال الاخير نايف، ايش اللي تخاف على اللاعب الاتحادي في المباراه؟ والله انا الان الحمد لله ما اخاف من شيء لانه هم رايحين يعني معزمين على الفوز.